السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي نعمل عرض تقديمي باستخدام الذكاء الصناعي؟ هنشوف اكتر من طريقة، وكل طريقة ليها المزايا والعيوب بتاعتها. في ان انا اروح للشات جي بي تي اللي هو الاصل خالص وابدا اتكلم معاه. اغلب المواقع التانية واغلب الاضافات التانية بتكون معتمد عليه، بتكون زي في واجهة مرئية بينك وبينه. طيب انا ممكن اجي هنا في الشات جي بي تي، الشكل اللي فوق ده ما شغلكوش، ده اداة انا مسطبها اسمها AI BRM، بتسهل عليها شوية. ممكن اقول له ايه؟ اريد عمل عرض تقديمي عن الاثار في مصر، ما هي اهم المواضيع؟ ممكن تقول له اكتب لي المحتوى. تمام، هو يبدأ يكتب وانت تبدأ تحط في قلب الشرائح اللي عندك. خلاص انت عندك الكلام، مجرد بس كوبي بيست وتحطه في المحتوى. تمام، ممكن عشان تخلي الكلام اقصى قوة قول له تكلم كأنك عالم آثار. فانا كده بوجهه ان يبقى الكلام بتاعه في الاثار. تمام، دي اول طريقه من الطرق ان انت تعمل عرض تقديمي باستخدام الذكاء الصناعي. وفي مواقع كتير جدا بتسهل عليها الموضوع دوت. ده مثلا موقع من المواقع، كل اللي عليك ان انت تديله بس ايه المفتاح او الموضوع اللي انت عايز تتكلم عنه، هو يبدا يعمل لك البرزنتيشن ويحط لك الصور والعروض التقديميه وكل حاجه. تمام، مجرد ان انت تعمل الحساب وتبدا ان انت تقول له عايز اتكلم عن المباني الاثريه مثلا. تمام، تقريبا كنت استهلكت اللي هي بفلوس. طيب تعال نشوف دوت. طيب انا اقول له هنا انا عايز اعمل كرييت لوحه جديد، ومجرد بس تكتب له الموضوع، يعني انت بتفكر في التايتل بس، وهو يبدا يعمل لك الشرائح كلها وتبدا ان انت تشتغل عليها. كان احد الاساتذه الافاضل عمل العرض التقديمي، وبعد ما خلصه قال لهم على فكره العرض التقديمي كنت اتكلم فيه عن الذكاء الصناعي، الذكاء الصناعي هو اللي عامله، انا ما كتبتش حاجه خالص غير ان انا قلت له انا عايز اتكلم عن بيراميدز. تمام، وخلينا نقول له ايجيبشن بيراميدز. تمام، زي ما انت عايز بقى، وقول له اوكي، هيحط لك الشرح الرئيسيه والمواضيع الفرعيه ويعمل لك كذا برزنتيشن اهوت، ويحط لك الصور جاهزه، يعني كل اللي انت محتاجه هو عمله. تمام، لو في حاجه بقى مضايقاك عايز تعدل فيها براحتك. بص عمل لي كام شرايح، عمل لي 8 شرايح من غير ما اكتب ولا كلمه. تمام، وحط لي صور الاهرامات وصور حقيقيه، ودي مكونه بالذكاء الصناعي يعني. تمام، ان شاء الله نعمل بعض الفيديوهات نشرح بالتفصيل ازاي تقدر بـ 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 بالادوات البسيطه تخليه يعمل لك صوره حقيقيه. تمام، ازاي نفس الكلام اللي اتكتب بس بـ 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 بطرق او بصيغ او برومت معين نخليه يعمل صور كويسه. تمام، تقدر تضيف تايتل، تقدر ان انت تعمل ريكورد، تقدر ان انت تظبط الزيمس. ممكن يكون مثلا اللون الدارك ده مش عاجبك فانت عايز لون تاني، فتقدر تختار اللون اللي انت عايزه ويبدأ يجهز لك البرزنتيشن. تقدر ان انت تضيف برزنتيشن تاني. تمام، تقدر تعلم على اي صورة وتقول لا ده انا عايز اعمل صورة تانية. ليك بقى ان انت تجنريت، شايف، خد اي كلام وقول له جنريت، هو يكون لك صورة. تمام، انت بتكون صورة مش موجود اصلا، يعني هو مش بيعمل سيرش ويجيب صورة ويحطها، لا ده في الثواني ديت هو عمل كرييشن للصور. تمام، ده موقع اسمه توم. وفي شات بي اي برضو نفس الفكرة. تمام، هتقول له اعمل لي بقى ايه البرزنتيشن، بيقول لي ادخل بالحساب بتاعك، او ممكن تختار اي حاجه من الحاجات ديت. تمام، يبدا يجهز لك هو برزنتيشن بالشكل دوت. طيب في برضو هنا هسيب لكم الرابط اسفل الفيديو،
ده بالانجليزي وبالعربي، بتكتب النوع اللي انت عايزه او عارف تقديمه مثلا لجامعة التبرعات، تمام، وقول له اعمل لي العرض التقديمي، تمام. يعني مثلا عندنا محاضرة عن التنمية المستدامة الأسبوع اللي جاي، أقول له اعمل لي عرض تقديمي عن التنمية المستدامة، فهو يبدأ يعملها، وبعد كده ممكن أنا بقى أكتب اسمي وكده، ومش عيب إن أنا أكتب اسم شات جي بي تي معايا، مفيش مشكلة خالص، تمام. يبدأ يعمل لك جنريت، وتقدر تقول له عايزه مثلا كام صفحة الحاجات دي كلها، فيبدأ إن هو يكريته لك. وعندنا كذا تولز هنا، مثلا في تكست، في حاجات تانية، أدوات تانية ممكن تشوفها في قلب الموقع. طبعا هو بيكرت لك وبيديك إمكانية. طيب، في برضه حاجة جميلة جدا، إن الباوربوينت وبرضه السلايد، في بعض اللي أنت تسطب جواه أداة تعمل لك الماجيك سلايد، أو تعمل لك السلايد بطريقة سهلة جدا. يعني انت لو جيت هنا في الباوربوينت وقلت له انا عايز اعمل انسيرت، هتلاقي عندك هنا ان انت تسطب ادنس، او ده الكلام ده موجود في الوورد وموجود في الاكسل، بتلاقي حاجات كتيرة جدا معتمدة على شات جي بي تي، معتمدة على الذكاء الاصطناعي، تمام. وغالبا هتلاقيهم في اول حاجات، يعني لما تيجي تبدأ تعمل سيرش هتلاقي مثلا بيوتفول اي اي ده بيكون لك هو السلايد، هتلاقي مثلا في حاجات قوية جدا ان شاء الله نبدأ نشرحهم بتفصيل بإذن الله، انا مهتم جدا بالموضوع ده. طيب، اكتر حاجة انا بستخدمها الصراحة، بستخدم جوجل سلايد لانه موجود اونلاين ومجاني والحاجات دي كلها، الاوبس عندي اصلي، تمام، عشان ما حدش يقعد يتكلم. طيب، من ضمن اكستنشن قلت له ادنس، ودورت فلقيت ماجيك سلايد جي بي تي 4 سلايد، قلت له اوبن، ففتح هنا. فمجرد بس ايه، بتديله العنوان، انت كل ما تديله معلومات اكتر كل ما هيديك حاجه كويسه. يعني مثلا هقول له انا عايزك تكلمني عن مصر، طب مصر ايه؟ هتكلم عن مصر عموما، يبقى كل سلايد هيقول حاجه. لو قلت له مثلا انا عايز اتكلم عن مصر تاريخيا، مصر جغرافيا، مصر كذا، طيب ممكن تديله برضو بعض المواضيع تفتح معاه. عايز كام سلايد، ممكن تعمل ريبليس، ممكن تقول له حط لي صورة في كل سلايد وتقول له جنريت. تخيل، يعني ممكن يكون الموضوع مش متمكن منه، او انا متمكن منه بس بوفر على نفس الوقت. عندي مثلا محاضرة عن التغير المناخي، تمام، عندي الحمد لله معلومات كويسة، لكن لسه اقعد بقى اجمع، ما عملتش بكده برزنتيشن في النقطه دي، اخليه هو يعمل لي البرزنتيشن بالشكل دوت. انا قلت له جنريت، وهو يبدا بقى يكون لي المواضيع بشكل خرافي زي ما نشوف مع بعض دلوقتي. ما بياخدش ثواني، وهو معتمد على شات جي بي تي. فاكرين شات جي بي تي قلنا له اكتب فهو كتب؟ لا، هنا بقى هو ايه، هينطلق اوتوماتيك، ياخد الكلام ويحط في السلايد، وكل صورة يحطها جنب الشريحة بتاعتها. فنيجي نبص كده نلاقي لك عمل مواضيع عن مصر، وحط لك الصور بتاعتها، وكلام صراحة كلام هاي، يعني نشكره عليه، تمام. عمل 10 شرايح ممتازين، طبعا لو نسخة بفلوس يعمل لك 100 شريحة ويتوصى بيها وكل حاجة. ان شاء الله الفيديوهات القادمة هنتكلم في حاجات افضل، فاعملوا اشتراك في القناة لو لقيتوا نفسكم مهتمين بالموضوع ده.